بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام عن جابر قال: أقبل رجل إلى سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام يقول جابر: وأنا حاضر. فقال الرجل لمولانا الباقر عليه السلام: رحمك الله يا ابن رسول الله، اقبض هذه 500 درهم فضعها في موضعها، فإنها زكاة مالي. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين. جيد. ونجد أن هذه القضية كررها سماحة الإمام السيستاني المفدى دام ظله الوارف، عندما قال بأن الأموال التي تكون عندك من أموال الحقوق، يعني قدر الإمكان أن تقوم بالتصرف بها، أنت ماذا تفعل؟ قال سماحة السيد السيستاني: أنت قم بوضعها، بصرفها على جيرانك وعلى الأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين. لماذا؟ لأن الصراحة أهل مكة أدرى بشعابها، أهل مكة أدرى بشعابها. عندما تذهب أنت بالخمس إلى مكتب يعني المرجع الديني، عندما تذهب بالزكاة، نعم مكتب المرجع الديني عنده بعض الدراية بالفقراء والمساكين، ولكن أنت يعني أولى الناس معرفة بالمساكين والفقراء والمحتاجين والأيتام الذين هم في منطقتك. أهل مكة أدرى بشعابها. أنت تضع مسؤولية جدا عملاقة في رقبة المرجع الديني، ثم بعد ذلك يأتي فلان بكل سذاجة ويتهم المرجع ويتهم العالم بأنه يصرف الأموال يمينا ويسارا ولا يعطيها لا للفقراء ولا للمساكين ولا للأيتام. يا أخي، عندما تأخذ أنت هذا المال الذي هي حقوقك الشرعية، تأخذها أنت وتقوم بتوزيعها على الأيتام والمساكين والفقراء والمحتاجين، أنت تخلص المرجعية من يعني ثقل كبير من المسؤولية. ثانيا، تحافظ على سمعتها وتبعد عنها الاتهامات. الإمام الباقر عليه السلام بصريح العبارة عندما قال له هذا الرجل: يا ابن رسول الله، اقبض هذه 500، خذ من عندي 500 درهم فضعها في موضعها، فإنها زكاة مالي. قال الإمام الباقر عليه السلام بصريح العبارة: بل أنت خذها وضعها في جيرانك، في الأيتام، في المساكين، في إخوانك من المسلمين. أنا ما يعني أنا أين سأضعها؟ عند هؤلاء. أخذ، أقبض المال من عندك كمرجع ديني، كعالم، كإمام معصوم، أخذ هذه الأموال من عندك وأفرقها بين الأيتام والمساكين والمحتاجين. أنت قم بذلك، أنت أدرى يعني بجيرانك، بأحوال منطقتك، يعني بمعنى لو كل شخص عنده حقوق شرعية في كل منطقة يوزع ما عنده من الحقوق الشرعية بإذن الحاكم الشرعي، لأصبحت كل منطقة فيها اكتفاء ذاتي، اكتفاء ذاتي. كل منطقة فيها مجموعة من التجار، من الأغنياء، من الميسوري الحال، لكان كل منطقة الآن فيها اكتفاء ذاتي. وهذه القضية جدا رائعة. لذلك نجد أن سماحة السيد السيستاني لم يأتي بهذا الأمر إلا من قبل آبائه المعصومين، من قبل الإمام الباقر عليه السلام. فأنت تحافظ على سمعة المرجع، وتحافظ على عدم اتهام المرجع والسمعة الغير جيدة، هناك من يتبلى على المراجع والعلماء، بالإضافة أنت أدرى بالفقراء والمساكين الذين هم في منطقتك. وأولا وأخيرا، المرجع عندما يأخذ المال من عندك هو مأمور بأن يفرق هذه أموالها أيضا على المساكين والفقراء والقضايا الاجتماعية في مساعدة الناس. أن تقوم بذلك الدور كما قال الإمام الباقر عليه السلام لهذا الرجل. هذه الرواية الشريفة لمولانا الإمام الباقر عليه السلام وردت في كتاب علل الشرائع في الجزء الأول صفحة 161 في الحديث الثالث. وكان الإمام يريد أن يقول أن تفرقها، يعني قلنا الاكتفاء الذاتي كل منطقة، يعني ليس من العقل بأن أذهب إلى يعني أنا أذهب بمالي إلى عالم من العلماء وجاري جائع، والله سبحانه وتعالى أوصى بسابع جار، الله يحاسبك على ذلك، الله لا يرزقك بعد ذلك، لن تدخل الجنة بعد ذلك. لدي أموال وجاري مريض، لدي أموال وجاري لديه طفلة تحتاج إلى عملية، لدي أموال وإخواني تعبانين،
وضع أخواني مو زين. مع الأسف الشديد نلاحظ بعض الأخوة لديهم أموال كثيرة ويذهبون بالخمس بالملايين، زكاة بالملايين، ولكن أخو من لحمه ودمه فقير، يبحث عن اللقمة فلا يجدها، عمره ما مرفه نفسه، عمره ما شايف الزيارة شلونه، عمره ما طالع لنزهة وعائلته. مع الأسف الشديد هذا كله أنك تعبد الله كما تريد، ليس كما الله عز وجل يريد. فعرفت يعني المرجع الديني أو الإمام المعصوم عندما يقول أنت أصرف، أنت أصرف هاي الأموال على جيرانك، على أخوانك الفقراء كذا، ليس فقط يعني لبراءة ذمته، لا، براءة ذمتك أنت، لأنه لا يصح لنا في الشريعة، يصح عندنا في الشريعة أبدا بأنك تبات شبعان وجارك جائع. لا، هالمرة مو تبات بس شبعان، لا، وتأخذ مالك وتعطيه لعالم لكي يوزع على الفقراء، وأنت تنسى جارك الفقير، وأنت تنسى ربما امرأة فقيرة في المنطقة، إحدى أخواتك تمر بضائقة مالية، أحد قرايبك يمر بضائقة مالية، أو مريض، أو عنده عملية، أو يريد يبني لبيت ما يحصل، قطعة أرض ما يقدر يشتري. عرفنا الآن هكذا هو الإسلام، هكذا هو الله عز وجل، هكذا هم أهل البيت عليهم السلام يأمرون بذلك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، وهذا ما أراده سماحة الإمام السيستاني المفدى أيضا. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.